معانا النهارده الحلقه الثالثه من الديلي سيتويشن او المواقف اليوميه، واللي فيها بنتكلم عن بعض المواقف اللي بتحصل لك بشكل دوري او بشكل يومي، وبنحاول نترجمها لجمل بالانجلش بحيث ان انت تبقى عارف الجمل دي، ولما الموقف يحصل لك تقدر تقول الجمل ديت بالانجلش، فاللباقه تتطور عندك، لان اللباقه ما بتطورش غير لما بتتعامل مع مواقف مختلفه وبتستخدم فيها جمل مختلفه، ساعتها تقدر تقول على نفسك فلوينت او لبق في الانجلش. النهارده معانا موقف البيت او الجمل اللي بتحصل في البيت ما بين الام والاب، او ما بين الام والابن، او ما بين الابن والاب، وهكذا. مهم جدا قبل ما نبتدي نقول الجمل بتاعه النهارده انك تعمل حاجه من اتنين، يا اما تجيب ورقه وقلم وتكتب ورا الجمل اللي انا هقولها ديت عشان تقدر توصل لها بعد كده، او يا اما تداونلود او تنزل الفيديو وتخليه معاك عشان برضو لما تحصل حاجه من المواقف دي يبقى وصولك للفيديو سهل، وتقدر تطلع الفيديو وتسمع الجمله لو كنت نسيتها لا قدر الله وتقولها 3-4 مرات، عمرك ما هتنسى الجمله دي تاني. يلا بينا نبتدي مع بعض. اول جمله معانا وهي knock off the horse play، لما الام بتبقى متعصبه جدا وتقول للعيال بطلوا لعب، عيال بقى جنتوني يا دني لقلتكم يا ولد. اسيب لك البيت وامشي يا ولد. انت فاهم knock off the horse play، يعني بطلوا لعب عيال. knock off زي stop، بطل. ابنك او بنتك، لا هو الولاد اكتر في الموضوع ده، ابنك دايما بينسى ان هو يشد السيفون بعد ما يعمل حمام، فهتقول الجمله دي كتير بالانجلش، فلاش ذا تويلت، يعني شد الايه، فلاش ذا تويلت يعني شد السيفون، يا معفن يا ابن الناس الحلوين، فلاش ذا تويلت بليز عشان الريحه وكده. الجمله اللي بعد كده وهي يور جراوندد، ويور جراوندد يعني مفيش خروج النهارده، يعني انت محبوس، سواء بقى محبوس في اوضتك او سواء محبوس ان انت ما تخرجش من البيت، فبنقولها باسهل طريقه وابسط طريقه، طبعا في بدائل كتير بس اسهل طريقه هي يور جراوندد، يور جراوندد. الجمله اللي بعد كده وهي اربط الجزمه، تمام، بالانجلش ليس يور شو، اوكي. طبعا في جزمه وفي كوتشي، كوتشي اسمه سنيكرز بالامريكان انجلش، وبالبريتش انجلش اسمه ترينرز، فممكن تقولي للولد ابنك او البنت lace your shoe or lace your trainers or lace your sneakers. ما ترزعش الباب عشان ما ارزعكش على قفاك، اوكي، ما ترزعش الباب وما تقفلش الباب بسرعه في بالانجلش بنقولها don't slam the door. طبعا عندنا اولاد عندهم العاده دي اللي هو حتى متضايق مش متضايق يروح جاي قافل الباب جامد، don't slam the door، ما تقفلش الباب جامد او ما ترزعوش. عندنا بعد كده جمله lower your voice، يعني وطي صوتك، انت بتكلم السادات يا، انت بتكلم ابوك يا كلب، اوكي، lower your voice، وطي صوتك. الماميز بقى اللي بتخاف على صحه ولادها دايما تقول لهم ايه؟ خليكوا شطار واقعدوا وانتوا فاردين ضهركوا. بالانجلش بقى افرد ضهرك اسمها straighten your back، بالراحه اهو straighten your back، افرد ضهرك وخليك شطور. دي سهله بقى ولكل ام قلوقه بتقولها لابنها وهو خارج بره او بنتها، ما تتاخرش، don't be late، don't، وبلاش تنطق، بلاش تقول don't، لان لو جاي بعدها تي بلاش تقول لي don't، don't be late، don't be late، ما تتأخرش. في جملة تانية بالذات لما نبقى منضفين كويس أو مروقين قبل الأعياد وكده، ويبقى عندنا مشاية بره، فعاوزين نقول للولاد امسحوا رجليكوا في المشاية عشان إحنا هلكانين وبجد مش قادرين. بالإنجلش بنقول rub your feet against the mat، rub يعني ادعك، rub your feet، ادعك رجلك against the mat، المات اللي هي المشاية اللي بتتحط على الباب من بره بتاع الشقة. عندنا كمان dim the lights، dim the lights يعني خففوا الإضاءة، يعني خلوها هادية أو خفيفة. dim the، أنا بقول خفف مش اقفل، وأنت مالكش دعوة أنا بشرح لهم، dim the lights. لما تحب بقى تقول الولاد في البيت عندك يقفلوا أي حاجة فيها كهرباء، فبتقول بتستخدم turn off، بلاش تقول close، استخدم turn off، يعني اقفل السخان، turn off the water heater. The water heater. اقفل التكييف. Turn off the air conditioning. Turn off the air conditioning. وهكذا أي حاجة فيها كهرباء ممكن تستخدم معاها turn off. في جملة بقى وأنا بقلب قاعد عمال أفكر فيها بتحصل في البيت كتير قوي. الأم بتقولها إيه للأب بالذات لو هو لسه مديها المصروف بتاع الشهر ومقبضها ومروق عليها. بتقول له إيه؟ إحنا عايشين على حسك يا أخويا. بالإنجلش بقى بنقول إيه؟ بتقول له ايه بقى؟ You're the backbone of the family.
احنا عايشين على حسك يا اخويا، يعني انت كل حاجة. You're the backbone of the family. جملة مشهورة كنا كلنا بنقولها واحنا اطفال صغيرين، انا عايز المصروف. اوكي بالانجلش I need my allowance. تمام، اديني عشان برضو ما بقاش نسيت الاطفال، لو انتوا عاوزين كاطفال تقولوا حاجة الصبح ممكن بالانجلش بقى تقولوا I need my allowance، فتبهر باباك الواد بيتكلم انجلش وحجاية فقعك مصروف محترم. I need my allowance. Allowance. Stop cursing، يعني بطلوا تشتموا في بعض او بطلوا شتيمة. Stop cursing. Stop cursing. بعد كده بقى keep it down. Keep it down لو لقيت الولاد بيلعبوا ومؤدبين وكل حاجة بس صوتهم عالي، تقول لهم ايه؟ keep it down، يعني بشويش، على الهادي يا زبادي زي ما بنقول كده اليومين دول. keep it down. keep it down kids، على الهادي يا ولاد كده بشويش. keep it down. لو عاوزين نكمل في سلسلة المواقف اليومية ولسه في مواقف كتير جدا بجد حاجة ممكن تساعدك انك تطور اللباقة بتاعتك بيها، شير الفيديو ساعدنا نوصل لعدد اكبر عشان تبين لنا ان انت بجد حابب السلسلة دي وعاوزنا نكملها. thank you and wish you all the best.